السلام عليكم. موقع ممتاز جدا، بحس ان الموقع بتاعك يبقى فيه اكتر من ترجمة وكلها معتمدة كراودين. هي الفكرة كلها ان هو بيمسك جملة جملة وكلمة كلمة ويقترح كذا ترجمة، والناس بكل سهولة بتختار ايه الترجمة اللي هم عايزينها. طيب خلينا نشوف مثال، بتقول له كريت بروجكت او ريكوست ديمو، او حد بيبعت لك لينك لمشروع معين. طيب انا اقول له مثلا بروفايل، مثلا ده قاموس البيم في 15 لغة. تمام، احنا شغالين مثلا في العربي اهوت. ملف جيسون بقى فيه كل جملة في الموقع، في زي قاموس كده، فده مهم جدا لتوحيد المصطلحات. هو بيبدأ يقولك مثلا كلمة مثلا ليبلز، فبيبدأ يجيب لك أكتر من ترجمة، وكل اللي عليك ان انت تشوف اني واحد فيهم الاقرب للصحة وتدوس عليها. هل هي المسميات ولا مسميات ولا علامات ولا مثلا نوتس ملاحظات ولا الملاحظات ولا ملاحظات، فاني الاقرب. طيب مجرد بس بتختار وتقول له سيف. ليه؟ عشان ان بقى في امكانية ان انت تعدل في بعض الاوقات، ما بتبقاش ولا واحد فيهم صحيحة فبتضطر ان انت تعملها. طيب خلي بالك دي غلط خالص، دي مثلا ملاحظة مظبوط. توبكس المواضيع او الموضوعات، ان الاقرب للصحة. تمام، زي ما شايف ما خدش مني جهد خالص ان انت تبدأ تترجم. ايتم في قناة صوتية طبعا مش مظبوطة. العنصر او العنصر، لا هي عنصر، وهكذا. في وقت قليل تقدر ان انت تترجم موقع كامل أو قاموس كامل للمصطلحات.